الوحيد السيد الساده الاعضاء، الساده رؤساء المصالح الخارجيه، منابر اعلاميه، نرحب بكم ونشكركم على التلبيه. الثلاث اشهر الاخيره يمكن تلخيص مجموعه النحو التالي: اولا تسليم مؤقت اشغال الصفقه رقم 3/2020 متعلقه بتهيئه السياج حائط لوجهه الصفقه اسبوعيه لطريق معشات. ثانيا تسليم مؤقت اشغال الصفقه رقم 1/2019 متعلقه بتهيئه 11 كيلومتر 353. رابعا تسليم مؤقت اشغال الصفقه رقم 6/2020 متعلقه بتهيئه 2 كيلومتر 395 طرقيه بدوار مجلس النيابه. رابعا انطلاق اشغال الصفقه رقم 4/2020 متعلقه بتصوير 4 مقابل بالدواوير التاليه الشائعه للسهيب شركات وجبور. انطلاق اشغال الصفقه رقم 7/2020 متعلقه بتهيئه وتؤهيل مركز مولبرغي في اطار اتفاقيه شراكه بين جمعيه الجامعه والمقدمين. مشاركه اشغال تسليم مؤقت لبناء مركز متعدد التخصصات بدوار ولايه سويلم الغابه بشراكه لجنه الاقليم التنميه البشريه والتعاون الوطني. مشاركه اشغال تسليم مؤقت اصلاح مركز صحي لمركز مولبرغي. انطلاق اشغال بناء مركز اجتماعي بمركز مولبرغي بشراكه مع المبادره الوطنيه للتنميه البشريه. بالنسبه للدوره السابقه كان السيد المكلف بالبناء كنا طرحنا عليه اسئله ديالنا ووعدنا انه غيوجد لها حلول حتى الساعه ما تحقق حتى حاجه. ذكرنا بمشاكل باش تعاود نشوفوا. بالنسبه ل ممثل دوار جوازات ولاد عمان المشاكل اللي كنا طرحنا عليه كنا قلنا انه كاين حفار تقدم المقاولة بكذا كذا حفر كيكون خطر على التسديد. السيد كي يقوم بطلب زويد الماء الصالح للشرب إلا أن الطلب ديالو يتم الرفض ديالو. الشرب إلا أن نتمنى ان شاء الله نتمنوا خير في الجهه الدخوليه الاولية انه هو المدير الجديد ان شاء الله نتمنوا بخير باش يتحرك في الوجهه ديال الاصلاح في هذا الباب هذا. بالنسبه للجهه الدخوليه ديالك انه هو ندير شي مراسله على حساب المركز والزاويه مراسله ديجا كانت في الدنيا باش وصلت تمايا. عندنا اسماء اخرى غير الاسم اللي ذكر السيد ديال الناس اللي باغيين يدخلونا في زاويه المدربين كلهم وثائق تاعهم الوكالة عندهم خصهم كلهم خصهم يدرسوا باش اللي عنده الحق إلى خدمة خصنا تعرف ما دابا خصنا نهضروا على المادة اليومية ضروري الحياة اليومية تولي الضغط فهمتي إذا هما تصويت شكرا. كيف شفتوا اليوم انعقدت الدوره العاديه ديال شهر فبراير ديال المجلس ديال الجماعه ديال مولبرغي بحضور 100% ديال الساده الاعضاء تقريبا 27 عضو اللي كتمثل المجلس كانت حاضره بكاملها. كانوا المصالح الخارجيه اللي كانت حاضره هو المصلحه ديال الماء، المكتب الوطني للماء، كانت المصلحه ديال التعاون الوطني، وكانت الوكاله الحضاريه اللي كانوا عندنا معاهم نقاط وشركات اللي كانوا يصبوا في هذا التوجه ديالهم باش يكونوا حاضرين. كنشكرهم من هذا المنبر على الحضور ديالهم. فناقشنا في الاول المشكل ديال الماء اللي كان عندنا فيه، اللي عندنا فيه مشاكل اللي كنحاولوا ان شاء الله باش نخرجوا بها النهايه ديالها باذن الله. كيف شفتوا بانه التزم المكتب الوطني للماء باش يوفر واحد الفرقه خاصه اللي غتتابع الاشغال بجامعه تاع مولبرغي، وغنكونوا معاه في واحد التتبع حنا يوم ان شاء الله باش نحاولوا نخرجوا اكبر عدد ديال السقايات للساكنه اللي كتعاني من هذا النقص في هذه الماده. هذه السنه اللي فاتت بتدخلات ديالنا وبمجهودات ديال السيد العامل حاولنا ندبروا الامور في العز ديال الازمه ديال الصيف بليسيتيرن وبالكميو تاع الماء. هذا كنحاولوا يكون عندنا واحد الرؤيه استباقيه لهذا الموضوع ديال الماء باش نعالج الامور قبل الصيف. بالنسبه للنقطه الثانيه كانت ديال الوكاله الحضريه اللي كان واحد التغيير بسيط في التصميم ديال التعيئه تاع مولبرغي اللي شفتوا الاخوان انهم صادقوا عليه بالاجماع. بالنسبه للنقطه ديال التعاون ديال التعليم راه زدنا واحد السياره باش ما يوقعش عندنا واحد العجز في النقل ديال الوليدات تاع التابعين للمولبرغي التابعين للجواوير ديال شمال المولبرغي ديال دوار الدعاب جاو لغزاونا وشقمات باش يتوجهوا للتعليم تاعهم تما كذلك لجمعه الحين. هادو هما النقاط تقريبا الكلان. وكان عندنا نقطه ديال الفائض ديال برمجه الفائض اللي رغم الجائحه ديال كورونا اللي اثرت على المداخيل ديال الجامعات خاصه المولبرغي عندها المدخل الوحيد تاعها هو السوق الاسبوعي.
حاولنا نديروا واحد الفائض بسيط اللي خصصنا تقريبا واحد 440 مليون سنت اللي خصصنا المسالك القرويه. هادو هما النقاط ديال الدوره. وكنشوف انه حنا كنشتغلوا الحمد لله في واحد الجو اللي كيتسودوا واحد التفاني واحد النكران دارت من طرف مكونات تاع المجلس كاملين. دارت امور الحمد لله كيف في الدورات السابقين كيف الدورات تاع 5 سنين هادو ما عندناش. كنجيو ضابطين امورنا مع الاعضاء. كلشي الاعضاء فاهم شنو غادي كيناقشوا بواحد الاريحيه. هذا هو السر في الالتئام والتلاحم ديال هذا المجلس. هادو هما النقاط ديال باش توصلوا بجديد سافي ناو. ما تنساوش تابوناو فلاشين يوتيوب وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.